السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كنت تشوفوا في الراند، ما رانيش في الدار كما كتشوفوا، اني عند الغزاله خاوله. جيت عند عرضتنا اليوم البنات، مرحبا عرضتنا بك انا حبيبه وناديه. ديالي، شرف المهم ليا. عرضتنا انا وناديه وسناء واكرام، وكاينه معنا حتى لمياء. عرضتنا كاملين، غندوزوا عندها العشيه. صراحه كبرت بينا. مرحبا لالا بكم، اختك نهار حبيبه، كبير بارك هذاك، هو الله نهار فيك، كبير شكرا لاختك بزاف حبيبه. والله. مرحبا على الراس والعين. المهم كنتسناو ناديه حتى تجي. ناديه كان عندها شي شغل فاس، كنتسناوها حتى توصل، وديك الساعه نكملوا معاكم هاد لا فيديو هذا كامل. انتم البنات شوفوا لي يا خاوله الغزاله، حبيبه حبيبتي ربي هذه، يخليك، نهار كبرتي كبير بيا هذا. حبيبه اللي مرحبا بك يخطيك، الزين، ربي جات لنا يخليك حبيبه، البركه. بارك الله فيك، شكرا. الله يخطيك يا حبيبه. ومعنا لمياء، مرحبا بك، شرف ليا بارك الله كبير فيك، حبيبتي ربي اكراما. يخليك. عاد غادي الله تجي يرضى عليك، البنات ناديه وخالتي ماما ناديه، عاد غادي كوكو تجي. ما مرحبا. كرهناش، كون كانت معنا حتى سناء. ايه وي والله، وي لا لا والله الا ما سناء دي كرهناش. ديكاس بقات بلاصتك يا حبيبه ديال المره الجايه، خليها تشد الدراري واجي. داكشي صافي، النفس جاي انا اللي غنقلب. اختي جي بيهم، مرحبا، راجعين لدارتكم. ربي يخليك، بارك جايين الله لدارتكم، فيك، مرحبا اللي جايين، يخطيك مرحبا معنا مرحبا بيكم نيهان. الحبيبه ديالي. انتم البنات نوريكم، انتم قلت لكم البلاصه فين في كاينه الغزال، واحد المنظر الغزال ولمياء وتصاور ياكي لمياء وسطغيات. واحد الجو يا البنات غزال اليوم، واحد الجو زوين، واخا كان فاهد وكاينه الحراره وداكشي، ولكن الجو اللي زوين. فينك خاوله؟ اجي اجي خاوله. خد دابا يطيح لي التليفون. عندك يا اختي حماق حماق تفطا. انتم البنات اختي شوفوا لي الحب، شوفوا لي الكبيده، خليك ليلي ليلي. ناديه تعطلت علينا يا اختي، جاتكم لافي زوينه زوينه اختي. اختي علاش جبتي في السطح؟ والله العظيم عرفتي شنو هاد 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 الكليسه هادي شنو كتعجبني فيها؟ كويس القهوه، كويس القهوه. عارف ان المتتبعات ديالي الغزالات فين كنحمق انا، علاش كنحمق؟ كنحمق على القهوه، قهوه كحله، ونجلس ونتكلم ونتفند العظيماتي. هذيك حبيبه ديالي، فاش تبغي تكونسونطراي اجي عند اختك. يا كي ليلى يخطيك يا حبيبه، بارك الله فيك. على حسابك يا كي ليلى يخطيك. غنجبدو ياك على حسابي يا جي. هي اللي توجد لي واحد كاس القهوه يكون نورمال، هو هذاك. مرحبا يا اختي، احسن كاس القهوه لاحسن اكرام شانك. يا كي ليلى يخطيك يا حبيبه ديالي، بارك الله فيك. نهوله نيهان، اجي جي هضري مع البنات. سلام، خلي لهم لاباس يديكم. انا شاده هكا وخايفه هكا يضحكوا الكاس، وخايفه خايفه شي واحد، خايفه لا اي الكاس يمشي يطيح على شي واحد، ولكن التليفون تبعو. انتم البنات شوفوا لي ناديه، يلا وصلت خاوله، يلا وصلت المجرمه راه كتبلاصي. يلا عاد كتبلاصي طوموبيلتها، ها هي عاد وصلت، كنتسناوها، يلا وصلت دابا. هنا هي راها في الطوموبيل. يا اختي شحال تعطينا الحاره. ولكن هي راها عندها العذر، انا الصراحه اللي ما كانش عندي العذر البنات، كنتسنى ناديه زعما انا مسكينه جالسه جالسه نسخن وجالسه نبرد على خاطري. ايوا وجالسه كتقولي تسنى ناديه زعما 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 راه برانيه ناديه. لا ويلي لا ماشي برانيه، والله ديالي ماشي برانيه، ولكن كنت كنتسنى ناديه. سبحان الله ما عرفتش علاش مولفه انا وناديه فيهم مشي زعما نمشيو جوج وقتي اصلا، حيت هي غزاله غزاله ما شاء الله عليها، وواحد الانسانه اللي طيبه والله. حتى انت هنا يخليك لقينا مع ناس زوينين داكشي، الحمد لله الحمد لله، ديما ديما مبعد علينا ولا بنات الحرام، قربنا مع ولاد الناس ومبعد علينا داكشي الشر، الشر اي شر فيه ما يفتي. صيفتي هاي، رجعي رجعي طلعي خالتي ورجعي اختي، شات تعطيله ناديا. شو زين يا اختي، تعطلتي يا اختي. واخيرا عاد كتب انني نوريكم جليبه، هادي هاي البنات. المهم كل نهار نوريكم حاجه، هاي جليبه البنات ديالي، النفاس ديالي، وكاينه وحده اخرى حتى نوريها لكم حتى هي، هي هادي في النوار. هانتوما فيها هذا الشيمه هنايا كما كتشوفوا، وفيها عاوتاني وحده اخرى هنايا،
هذه البنات من عند فاطمه صريحه غزاله غزاله حتى هي، ونوريكم القفيطان حتى هو ديال فاطمه اللي كنت لبست في القاعه، كنت لبسته في القاعه، وهذاك الزرق ديال الجوهره ديال ناديه، واحد جليلي باخر ديالها. المهم غنوريكم هذه عاد كتبت اليوم باش نوريها لكم، غير تفكرت والله الا قلت لا مي اجي صوريني محدي وفكره اجي صوريها ليا. ها انتما البنات كتجي غزاله كتحكي والله كتجي بحال هكا مخزنيه من هنايا، ماشي كتجي تقصيره البنات. ها انتما شوفوا كي جايه كتجي بحال هكا مع صبيبيط مع شي حاجه كتجي زوينه رائعه بصح حتى مع صبيبيط كتجي غزاله. لا لا فنه فنه غزاله قلت ها جاك النوار النوار حتى تردوا عليا البنات تقول لي في لي كومونتير واش جاني نوار ولا لا. ناديه اسلمتك الزين على سلامتك على سلامتك حبيبتي على سلامتك. اه خلاص انت تبارك التليفون عارفه يا اختي على سلامتك. راه مسكينه كانت معذبه يا البنات الزين ديالي صافا الحمد لله. شفتك حتى انا الله يلا توحشتك بقيت كنتسناك يا صاحبي عرفتي حتى عرفاني ما نمشيش بلا خالتي. توحشتك يا خالتي توحشتي نبدا عليك كبقيتي مزيانه الحمد لله كوتش بس عليا لقاتي لا يخليك توحشتك بزاف توحشتك مزيان الله يعافيك. دايما عليك ربي يخليك اخالتي ناديه ناديه داك الوليد صافا الحمد لله كلشي مزيان. دوجا 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 خالتي هنا كيسكنوا دوجا اجي بوسيني مامي توحشتك دوجا. واخيرا دابا حنا تجمعنا البنات حنا تجمعنا كاملين هي جات يلاه جات ناديه وجات خالتي. المهم ندوز واحد العشيه كيما قلت لكم العشيه اللي غزال ان شاء الله يا ربي. ايه هذيك هي العزوبه ديالي نهال نهال هذيك هي العزوبه ديالي فاره اجي اجي هذه هي الزين ديالي هذه. اه عندهم حمقتني انا قلت لهم يا واحد خالتي بصح قلت لهم يا خالتي واحد كويس القهوه واحد الكليسه هنايا اه والله العظيم فكنا. خلي لي الحداقه خاوله خاوله والحداقه عندو شي هذا ديال الدعك ديال الملكه لا لا كاين شي حاجه تسنى كاين شي وين يرشي شي واحد يطلع من الدم ديالي ديالا الحب دوجه العمر الزين. ها انتم البنات شوفوا الحداقه ديال الخاوله ما شاء الله عليها جينا وعذبناها والله ليلى عذبناها ليلى يخطك علينا خاوله مسكينه عطات لينا اليوم اللي خطاها علينا وصافي خالتي نهار كبير ملي تلاقينا والله العظيم نهار كبير ربي يخليك. من الاسبوع ملي كنا تلاقينا من ديك الساعه ما رجعنا تلاقينا الحمد لله من ولادنا تلاقينا دابا ياك يا مامي كبيده اجي اجي حبيبه اجي اجي شوفوك بغيتي شربتي شفتني غير غنصورها البنات وهي وهي تهرب الخامزه ديك القطيطه اجي اجي دغيا اجي دغيا مع الطاطاوات. المهم البنات باش نبط لكم الكاميرا حيت هذا محمد جاد كنعسو يلا لقيتوني جيت للدار ومهم غسلت وجهي وبدلت حويجاتي وبغيت نقول لكم تهلاو في راسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. وما تنساونيش مني لايك وما تنساونيش بالتعليق الزوينين ديالكم وكنتمنى ان هذا الفيديو يكون خفيف وظريف على قلوبكم وصافي كنبغي نشارك معكم اي حاجه البنات وصافي الصراحه ما فيه لا غوتي لا شي حاجه غير العرضه اللي عطات لينا خاوله. شكرا لك بزاف خاوله لهلا يخطك حبيبه وتنتي مرحبا بك عندي مرحبا بك عندي في الدار لانتي للامياء والله يكبر بك حبيبه ديالي. مهم الغزالات غادي نفض هذا الفيديو هنايا ونقول لكم تهلاو في راسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.